تحياتي. طبعا احنا هنا في المختبر لنسوي وصفة علاجية لمشاكل الكحة والمشاكل التنفسية والأزمة وحساسية الإنسولين. هذه الوصفة بدها تعتمد على كمية من زيت السمسم. زيت السمسم جيد للالتهابات التنفسية، يحتوي على أحماض أمينية وزيوت عطرية، هتعمل على تفتيح وتخفيف حدة الالتهابات، تفتيح الجيوب الأنفية. العنصر الثاني اللي هو لب القرع، هنخلطه مع الزيوت هذه. لب القرع غني في الزنك وغني في المواد المضادة للأكسدة اللي بحاجة له. والبذور الثالث اللي هو بذور حبة البركة، بذور الحبة السوداء، حبة البركة مضاد هستاميني، مضاد للحساسية، مضاد التهابي، مضاد فيروسي. ومش هكتفي في هاي البذور، بحاول اضيف بعض الاعشاب. في عندي النعناع، في عندي اكليل الجبل او الروزماري، في عندي الثبت او الشومر للمشاكل التنفسية، وفي عندي كمان تحط لي كبشة صغيرة من القرنفل، يعني بمعدل 5 لـ10 حبات، مضاد التهابي وكورتيزون طبيعي. كمان بدي احط الزعتر البري الاوريجانو كمية بسيطة. وهلا بدي طبعا بنخلطه مع بعض، وانا هلا بحكي لكم كيف استخدامات الزيت هذا ولاي حالات وكيف. اوكي، هلا في هاي الحالة اذا ممكن انا اضيف عليه كمان من الكركم. الكركم مضاد اكسدة قوي، وبضيف شوية فلفل. ممكن اضيف عليه البابونج، شوية بابونج من زهور البابونج مع الخليط. طبعا اذا بدنا نعمله بيتي في ماكينات بيتية تعمل هيك، يعني بتطلع وبتخلط هذه الزيوت وبتطحنها وبتطلع الزيوت نفس فعالية الماكينة هذه. هلا هون في هاي الحالة شو حنحصل على هذه الزيوت اللي هي الروائح تاعتها؟ انا شاممها هلا، شامم رائحة اليانسون القوية ورائحة الزعتر والنعنع اللي موجود في هذه الزيوت. طبعا هاي الزيوت لازم معصورة على درجة حرارة 50. هيك شايفين كيف الزيت هاد طعمه، يعني بيكون متكامل في كل الحبوب والبذور والاعشاب هذه. مجرد انكم تشموا الرائحة بتحسوا بالاعشاب هذه اللي اندمجت مع روائح الزيوت العطرية والزيوت العطرية والزيوت اللي موجودة بالسمسم والحبة السوداء اللي هي بتشكل 25% من البذور هذه تقريبا، بتختلط في الروائح العطرية هذه. طيب هلا شو ممكن كيف الاستخدام؟ استخدام هذا الزيت باخذ منه ملعقة كل 4-5 ساعات، 3-4 مرات في اليوم. هذا الزيت بقدر اعمل منه دهن لمنطقة الصدرية بعد ما احط الكمادات المياه الساخنة لمدة ربع ساعة وانظف الجلد، بوضعه على منطقة الصدر سواء للاطفال او للصغار، وبعمل مساج فيه للمناطق الصدرية ومنطقة الظهر وحيريح كتير. هذا الزيت بحطه مع السلطات، بحطه مع الشوربات، وبستخدمه بمقدار 3-4-5 معالق في اليوم اقصى حد. هذا حيساعدنا في تقوية جهاز المناعة وحيساعدنا على تخفيف الالتهابات وحدة التحسسات. اطفال وكبار نفس الشيء. هلا بضل غير الزيت هاد، طبعا احنا حصلنا على هذا الخليط اللي هو ناتج عن بقايا عصر الزيوت، لسه في شوية زيت من الحب البركة والسمسم. هذا الخليط بوضعه، وكمية للاستخدام بتكون كبشة زي هيك، يعني 4-5 معالق. ممكن هذا المخلوط يتاكل مع السلطات، ممكن مع الشوربات، ممكن نحط مع الخبز، مع العجينة، مع الحلويات، بشكل ناخده ملعقة ملعقتين مع الحليب، او نغليه زي التلبيني مع المية ونحركه ونحط عليه شو ما بدنا من العسل. المهم هذا فايب الالياف الطبيعية
اللي هي ضرورية لصحة الجهاز الهضمي ولسرعة الهضم وللوقاية من تقرحات الأمعاء وتقرحات القولون. وإذا إحنا غدينا هالبكتيريا الجيدة، مليارات البكتيريا في الأمعاء وفي القولون، في هاي الحالة هذه البكتيريا حتعطينا مضادات للأكسدة وحتعطينا فيتامينات بي بي 1 وبي 2 وبي 3 وسيروتونين ودوبامين. فقط أعطوها شوية ألياف. هاي الألياف نجهزها على شكل الشاي العشبي، بنحطه في زي الشاي، وممكن يستخدم كشاي، نحط عليه مياه ساخنة ونشربه كشاي، أو ممكن نستخدمه بعدة أساليب. طبعا الحاجة اليومية حكينا من 4 إلى 5 6 معالق بطرق مختلفة، كزيوت أكل، كزيوت دهن، كفايبرز وألياف جيدة كمان ناكلها. الطريقة سهلة، طريقة الاستخدام سهلة وبتجيب نتيجة كويسة. نتمنى لكم الصحة والعافية بإذن الله. دكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل.